ابو موسى؟ والله شوف يعني انا قلت على لك على تنفيذ ركله نعم يعني يمكن الثانيه مو الاولى يعني ما ضيعها يعني يمكن لا لا هي ترى لا لا من بدايه من بدايه من قبلها يعني من قبل ما يضيعها صار اللبس فيمكن احنا ذكرنا يعني اليوم العربي يقدم مباراه كبيره الاولاد الابطال كل شيء كان جميل لكن هذه الحاله بالذات حاله ضرب الجزاء هذه صراحه اليوم تحسب على اللاعبين تحسب ايضا على الجهاز الفني لانه يفترض الجهاز الفني هو من يحدد رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة لكن انتوا لاعبين كبار يعني انتوا لاعبين محترفين وفي لاعبين كبار لما يصير هذا الشكل هذا مو حلو يعني الصورة مو حلوة الشكل للجماهير للنقل شيء صراحة طول ابو موسى اي يعني وبعدين حتى انت اليوم يعني انا حتى سلطان العزيز لما جاء ومسك اي شكل مسك الصورة عشان شكلية مو حلوة يعني اليوم يعني انتوا لاعبين كبار لاعبين منتخب لاعبين محترفين اعتقد هذا يفترض هذه الامور ما تحصل واللاعب اذا شفته انت مصمم او عنده رابط خلاص خله بعدين انت ممكن بعدين تتناقش مع بهالموضوع مع المدرب برا وانا اتمنى من الجهاز الاداري كابتن علي مندني كابتن احمد النجار مع الجهاز الفني ان هذا الموضوع يحطون له حد ويتناقشون فيه مع اللاعبين ويفترض ان المدرب يحدد رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ما وهذا شيء حصل في كل الأندية. وعايشة ما يصير اللاعب مصر هذا أنت قلت الجهاز الفني هو اللي حدد. عط الكرة. أنا أقصد عقب. يعني هذه المشكلة. صارت المشكلة الحين. الجهاز الفني تحمل. صارت المشكلة الصولة أصر سدد ضيعها عاد الحكم. خلاص انت ليش تيله مره ثانيه صح. ليش تيله لا اصلا هي حتى هذه شكليه طبعا ما يقدر يغير اصلا حتى لما راح مره ثانيه ما يقدر لا يقدر يغير لا 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 قانوني اسمح له لا يقدر يغير يوم شات الصوره شاتها وعادها الحكم حتى يضيعها مرتين يعيدها يقدر يغير يقدر يغير بس بشكل عام ان الجهاز الفني يتحمل لانه هو انت محدد اوكي ممكن اللاعب انا هو شوف خطا احنا نتفق ان اللي حصل هذا خطا ومشكله من منو من 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 لاعبين يعني ما شاء الله لاعبين خبره لاعبين منتخب لاعبين يعتبرون محترفين يعني فاصرار كابتن سلطان يعني العنزي وكان من ابرز اللاعبين اليوم اصراره شكليا كان بايخ يعني شكليا يعني يمكن هذه السلبيه الوحيده بفريق اليوم النادي العربي ممكن اللي حصلت هذه فما اعتقد يعني انه راح تتكرر لكن شوف هذا انا قلت شيء ثاني يعني انا شوف الحماس الزايد اللي كان عند العربي بين يعني